احنا زي ما قلنا ان الطريقه ثابته في كل الايرمنتس، الطريقه ثابته في كل الايرمنتس، والبروسيجر اللي احنا قلنا عليه والستبس ثابت في كل الايرمنتس. قلنا اللي هيختلف ايه كل مره؟ حاجتين، الاليمنت تايب نوع العنصر اللي احنا هنشتغل عليه هو العنصر الانشائي، والاناليسيس بروسيجر احنا هنحلل 2 دي اناليسيس ولا 3 دي اناليسيس. ده هيأثر عليا يا باشمهندسين، هيأثر على الديفيز اوف ايه؟ فريدم عند الستارت والاند بتاع اي ايلمنت. زي ما احنا قلنا ان الديفيز اوف فريدم بتاع اي ايلمنت تعتمد على نوع الايلمنت نفسه ونوع الاناليسيس انت هتحلل 2 دي ولا 3 دي. وكمان حاجه قلنا اللي هي الباوندري كونديشن او الباوندري ستيتس الايلمنت، يعني الايلمنت ده الباوندز بتاعته ايه؟ هل هي سبورتات واضحه زي رولر او فيكسد او رينج ولا جوينت ما بين ممبر وممبر؟ فده اللي بيأثر على الديفيز اوف فريدم بتاعته، وبالتالي بيأثر على الستيفنس ماتريكس بتاعته اللي هي علاقه ما بين ايه؟ ما بين الفورس والديسبيسمنت. ما بين الفورس وايه؟ والديسبيسمنت. فاحنا المره اللي فاتت طبقنا على السبرنج ايليمنت وقلنا الستيفنس ماتريكس بتاعته كانت كي وسالب كي سالب كي كي، وقلنا العلاقه بين الستيفنس والديسبيسمنت دي علاقه ثابته هي بي بتساوي ايه؟ كي في كي. النهارده هنطبق على ايلمنت جديد اسمه بلين تراس ايلمنت. احنا كلنا عارفين ان التراس ايلمنت، ومعنى كلمه تراس ايلمنت يعني ايه يا باشمهندس؟ معنى كلمه تراس ايلمنت يعني ستريت ممبر، ستريت ممبر الانس بتاعته بيند كونكشنز او هنج كونكشنز، صح؟ وسستين اكسيال لود اونلي. كمان مفيش ترانسفيرس لود، يعني مفيش ما ينفعش تراس ايلمنت يجي لود عند في الاسبان بتاع الايلمنت، لا اللود دي فين؟ عند الجويتس. يجي لود فين؟ عند الجويتس. ليه؟ عشان ماشي عليه بيندنج مومنت، هو بيتحمل اكسيال لود اونلي. هو عليه بيندنج مومنت صغير كده نتيجه الاومنت بتاعه، بس ريلاتيف للاكسيال لود اللي هو بيشيلها ما يذكرش يعني، تمام؟ فاحنا بنقول التراس ايلمنت هو بيكزيست او بيسستين اكسيال لود اونلي. استنتاج بقى يا جماعه الستيفنس ماتريكس بتاع اي ايلمنت، عشان نعمل استنتاج الستيفنس ماتريكس بالشكل ده او بالشكل ده او ايا كان شكل الستيفنس ماتريكس بتاع اي ايلمنت عشان يستنتجها، هي في قاعده ثابته. ايه القاعده الثابته دي؟ مش احنا قلنا ان الستيفنس هي علاقه بين الفورس والديسبيسمنت، صح؟ احنا عاوزين نستنتج ايه؟ الكي. بنعمل ايه؟ بنجيب اي ايلمنت سواء كان السبرينج، انا عشان كده ما شرحتش السبرينج مره اللي فاتت، ان هو السبرينج زي التراس بالظبط، زي التراس ايلمنت او اي ايلمنت. بنعمل ايه؟ بنيجي عند الستارت والاند نودز بتاعت الايلمنت، بنطبق حاجه اسمها يونت ديسبيسمنت. يعني ممكن نقصر في حاجه هنا بتاثر اسمها يونت ديسبيسمنت، يعني ديسبيسمنت منتهى الواحد، تمام؟ يعني انا عندي ديسبيسمنت هنا بكام؟ واحد، بس مش ابسوليوت، ده ماتريكس فور. وبنشوف الفورسز اللي بتنتج نتيجه الديسبيسمنت ديت عند الستارت والاند، عند البي اي والبي جي. بعمل علاقه ما بين الديسبيسمنت والبي وبستنتجها هي الكي. يعني ايه طريقه ثابته في استنتاج اي ستيفنس ماتريكس لاي عنصر؟ نيجي عند الستارت والاند نودز بتاعت العنصر، بنطبق يونت ديسبيسمنت عند الـ عند الـ عند الستارت مثلا، ونشوف الفورس الناتجه عند الستارت والاند، ونطبق يونت ديسبيسمنت عند الاند ونشوف الفورس الناتجه نتيجه الديسبيسمنت دي عند الستارت والاند. ده كله في ماتريكس فورم. نعمل علاقه ما بين الديسبيسمنت والفورس هي الستيفنس ماتريكس، هي الستيفنس ايه؟ ماتريكس، ايا بقى كان شكلها او ايا كان الاوردر بتاعها، تمام؟ ده يعني الرول عامه. الشغل بتاعها بقى ده حاجه مسبكه الرياضيه يعني، احنا في غنى عنها، اهم حاجه فهمنا هنطبقها ازاي. فهي جايه منين؟ جايه من الريليشن اصلا ما بين ايه؟ الديسبيسمنت والفورس اللي هي الستيفنس، تمام؟ تمام يا باشمهندسين؟ طيب برضه بنفس الكونسيبت طبقنا يونت ديسبيسمنت هنا وشفنا الفورس عند الستارت والاند، طبقنا يونت ديسبيسمنت هنا وشفنا الفورس عند الستارت والاند. الستيفنس ماتريكس اللي ناتجه نتيجه الديسبيسمنت ديت طلعت كي سالب كي سالب كي كي، زي السبرنج ايلمنت بالظبط. وهو التراس ايلمنت، التراس ايلمنت عامل زي السبرنج، هو بيشيل اكسل لود اونلي. وكمان اي ديسبيسمنت هتحدث عند الستارت والاند يا اما هتبقى عباره عن اكسبانشن يعني اتمدت شويه كده او الينجريشن او كونتراكشن الاند او انضغط شويه كده، صح؟ فهي ديسبيسمنت في اتجاه العنصر، ديسبيسمنت فين؟ في اتجاه العنصر، يعني اليو اي او اليو جي دي عند الستارت والاند لازم في اتجاه الفورس واتجاه ايه؟ الاليمنت، صح ولا لا؟ طيب عشان كده الستيفنس ماتريكس اللي نتجت زي السبرنج ايلمنت بالظبط، كي وسالب كي وسالب كي وكي. بس اللي بيختلف ايه بقى؟ ان الستيفنس بتاعت الاليمنت اللي هو البلين تراس ايلمنت تختلف عن السبرنج ايلمنت.
السبرينج يا جماعه عباره عن فيستا كده، الاستيفس ماتكس بنستنتجها من الاختبار، بمعنى ليه بيأثر بفورس وديسبيسمنت، بيأثر بفورس وديسبيسمنت، في الاخر بحدد كام. اما البلانت راس اليمنت هو اليمنت عنصر ليه خواص اساسا، صح؟ ليه اريا كروس سكشنال اريا، ليه لينس معين، وليه بروبيرتس بتاع الماتيريال، يعني اليانجز موجز بتاعه ايه، صح ولا لا؟ يعني ليه بروبيرتس اللي هي الاي والاي والال. فاحنا عارفين ان العلاقه لما تكون بنأثر فورس اكسيال على ممبر ينتج ايه؟ ينتج نورمال ستريس، صح؟ النورمال ستريس في هذه الحاله عباره عن ايه؟ النورمال ستريس عباره عن ايه؟ فورس على الاريا. كمان بيحدث نتيجه الفورس اللي بتأثر العنصر دي اكسيال سترين، هو عباره عن ايه؟ دلتا ال على الاريا، او الديسبليسمنت اللي اتحركتها النودز على طول الاصل، صح؟ العلاقه اللي بتربط الاكسيال ستريس والاكسيال سترين هي ايه؟ يانجز مودلز اللي هي البروبرتيز بتاعت الماتيريال اللي مصنع منها ايه؟ الاليمنت ده، هي عباره عن الستريس على السترين، الستريس هو عباره عن الفورس عند الستارت هيد على الكروس سكشن اريا ايه؟ والسترين هو عباره مش اي سترين، هو عباره عن دلتا ال على ال، الدلتا ال هي الديسبليسمنت اللي اتحركتها النودز، تمام؟ على الطول الاصل اللي هو ال، يبقى يو اي على ال عند الستارت. تنتج من هنا علاقه ان الاف الفورس هي عباره عن اي في ايه على ال في يو اي، واحنا عارفين العلاقه اللي هي الفورم بتاع الستيفنس اللي هي الريليشن بين الديسبليسمنت والفورس، ان البي بيساوي الكي في الدلتا. فاذا كانت البي هي الفورس عند الستارت والدلتا هي الديسبليسمنت عند الستارت، فالستيفنس بتاع ال هتطلع ايه؟ ودي اللي احنا قلناها المره اللي فاتت اسمها ايه؟ اكسيال ستيفنس. احنا قلنا في كذا تايب من الستيفنس، قلنا في حاجه اسمها اكسيال ستيفنس اي في اي على ال، قلنا حاجه فيها في حاجه اسمها فليكشر ستيفنس اسمها اي في اي على ال، قلنا في حاجه اسمها شي ستيفنس او ريجيد ستيفنس جي جي على ال، تمام؟ دي اسمها اكسيال ستيفنس. ليه؟ لان ده بلين تراست اليمنت سستين اكسيال لود بوينت بيحصل له اكسيال ديفورميشن، تمام؟ استنتاج يا جماعه، استنتاج الستيفنس ماتكس بالشكل ده والعلاقه ديت، كل عند كل المنت هنشوفه هنشوف البروبيرتيز بتاعته ايه، ونطبق يونت ديسبيسمنت ونستنتج العلاقه. دي حاجه مسلمه، احنا بس السترينج زي البلين تراست اليمنت بالظبط، عشان كده انا اجلته يعني المره دي. استنتاجها رياضيا احنا في غنى عنه، بس الكونسيبت لازم تعرفه. الكونسيبت جاي من ايه؟ الريليشن اصلا ما بين ايه؟ الستيفنس بين الديسبيسمنت والفورس، تمام؟ في حد عنده مشكله ان شكل الستيفنس ماتكس كده بقى اي في ايه على ال وسالب اي في ايه على ال وسالب اي في ايه على ال اي في ايه على ال، في حد عنده مشكله؟ تمام. الفورم دي او الماتريكس دي الاوردر بتاعها كام؟ بيقول في اثنين، صح؟ يعني صفين وعاملين. الماتريكس دي بيقولوا عليها ايه؟ لوكال ستيفنس ماتريكس او ستيفنس ماتريكس ان لوكال فورم. ليه كده لوكال؟ لان احنا اثرنا فورس اتجاه العنصر والديسبيسمنت اللي حصلت فين؟ في اتجاه العنصر، صح؟ اكسل. طيب احنا بنتعامل كده؟ لا، احنا بنتعامل جلوبال. فساعتها هنحول اللوكال لجلوبال ده عن طريق ايه؟ تعال نشوف. تعال نشوف ازاي بقى؟ احنا بس العلاقه اللي بتربط الفورس والديسبيسمنت اللي هي البي بتساوي كي في الدلتا بس في ماتريكس فورم، هي العلاقه دي اف اي اف جي بيساوي الستيفنس في الديسبيسمنت فيكتور اللي هو ايه؟ يو اي يو جي عند الستارت وعند الاند. الكلام ده كله كده فين؟ لوكال فور في اللوكال، صح؟ طيب عشان الاف اي في اتجاه العنصر ها والاف جي واليو اي واليو جي، تمام؟ طب احنا بقى عايزين في الجلوبال اللي هنشتغل عليه. قال لك اساسا ان البلين تراس اليمنت ده هو عباره عن اليمنت ليه ستارت نود اللي هي الاي واند نود اللي هي جي ليه بروبرتس اي اي وال في الجلوبال فورم. في الجلوبال فورم الديفرنس ما بين الاي والجي في الاكس اسمه دلتا اكس وفي اتجاه الزد اسمه دلتا زد وليه دول ال هو عباره عن دلتا جذر التربيعيه دلتا اكس سكوير وايه؟ ودلتا زد سكوير، تمام؟ احنا عايزين نحدد نحول الديسبيسمنت اللي هي الاكسل دي اللي هي كانت اسمها يو اي للديسبيسمنت في اتجاه اكس واتجاه زد. هنعمل ايه؟ بمنتهى البساطه نحلل الديسبيسمنت دي، يعني لو عنصر ده مايل بزاويه سيتا يبقى اكيد اليو اي ده هيتحلل يو يو اكس اي، هنسميها ايه؟ يو اكس اي عباره عن ايه؟ يو اي كوزين سيتا، ويو زد اي عباره عن ايه؟ يو اي ساين سيتا. يو يعني ديسبيسمنت، زد واكس دايركشن، اي الستارت. نفس الكلام بالظبط فين؟ عند الاند، ونفس الريليشن مع الفورسز. الفورس بدل ما هي في اتجاه العنصر لوكال، لا هنحولها لجلوبال. ازاي برضو؟
يبقى الاف اكس اي هي عباره عن ايه؟ اف اي لوكال كوزاين ثيتا، والاف زد اي هي عباره عن اف اي لوكال في ايه؟ في ساين ثيتا. في مشكله انك تحاول ديسبيسمنت فورس عند الستارت وعند الاند من لوكال فورم لجلوبال فورم، مفيش مشكله خالص. بس لاحظ بقى نقطه مهمه جدا بقى خلي بالكم منها، ان البلين تراس اليمنت في اللوكال فورم هو ايه كان ديجري اوف فريدم؟ طب وفي الجلوبال فورم؟ اربعه. خلي بالكم منها جدا، خلي بالكم منها جدا، ان في اللوكال فورم النمبر اوف ديجريز اوف فريدم اوف بلين تراس اليمنت كام؟ اثنين، واحدة عند الستارت واحدة عند الاند، لأنها اكسيال ديفورميشن. أما في الجلوبال فورم النمبر اوف ديجريز اوف فريدم كام؟ أربعة. اثنين عند الستارت واثنين فين؟ عند الاند، لأن احنا اشتغلنا ايه؟ جلوبال سيستم، تمام؟ في مشكلة؟ طيب. قال لك كوزاين السيتا بنسميها الرمز ده بالرمز سي، وساين سيتا بنسميها بالرمز اس، والسيتا هي عباره عن تايم ماينس 1 ايه؟ دلتا اكس على دلتا زد. تمام؟ في مشكله في الكلام ده؟ اكيد لا. دي كلها بروبيرتيز او حساب مسلسلات الاليمنت ده، خواص هندسيه الاليمنت ده. قال لك بقى الكي، ودي برضه الحاجه اللي هتلاحظوها الثانيه، الكي في اللوكال فورم الدلتا راس اليمنت الاوربت بتاعها كام في كام؟ في الجلوبال فورم؟ 4. ده يديك استنتاج اللي هو ايه بقى؟ ان الاوردر بتاع الستيفنس ماتريكس اي اليمنت سواء في اللوكال او الجلوبال هو عباره عن نمبر اوف ديجريز اوف فريدم اوف ذا اليمنت، سواء بتشتغل جلوبال او لوكال. تاني، الاوردر بتاع اللوكال بتاع الستيفنس ماتريكس سواء بتشتغل في اللوكال فورم او الجلوبال فورم هو عباره عن الديجريز اوف فريدم بتاعت الاليمنت سواء في الجلوبال او اللوكال. هنا في الجلوبال 4 ديجريز اوف فريدم، يبقى الاوردر كام؟ 4 في 4. هنا في اللوكال 2 ديجريز اوف فريدم، يبقى اللوكال كام؟ 2 في 2. خلي بالكم من الكلام ده قوي، تمام؟ طيب قال لك بقى بنحول الستيفنس ماتريكس سي لوكال لجلوبال، او الفورس من لوكال لجلوبال، او الديسبيسمنت من لوكال لجلوبال عن حاجه اسمها عن طريق حاجه اسمها ايه؟ ترانسفورميشن ماتريكس. ترانسفورميشن ماتريكس، الترانسفورميشن ماتريكس دي يا جماعه هي عباره عن ماتريكس لكل اليمنت، خاصيه لكل اليمنت، بتنيس كل اليمنت، عباره عن الكوزاينز والساينس اللي بيصنعها الاليمنت عن طريق الزمن اللي بيصنعها مع الايه؟ مع المحاور الرئيسيه. هي عباره في حاله البلين تراس اليمنت هي عباره عن سي اس 0 0 0 0 سي اس، يعني عباره عن كام في كام؟ 2 في 4. تمام؟ دي برضه خاصيه لكل اليمنت، حاجه اسمها ترانسفورميشن ماتريكس. ماتريكس بتحول اي فورس او اي ديسبيسمنت او اي ستيفنس من جلوبال فورم من لوكال فورم لجلوبال فورم، تمام؟ في مشكله؟ طيب هقولهم ازاي يا باشمهندسين؟ قال لك ان البي لوكال، البي لوكال نحط عليها السيمبل ده او الساين دي معناها بي لوكال عباره عن ايه؟ عن ترانسفورميشن ماتريكس في بي جلوبال، والبي لوكال هو ديسبيسمنت لوكال عباره برضه عن ترانسفورميشن ماتريكس في الدي ايه؟ جلوبال. في مشكله؟ انا عاوز تفرقوا دايما ما بين اللوكال فورم والجلوبال فورم. فاكرين اول ديفينيشن قلنا ايه؟ جلوبال اكسيس اند لوكال اكسيس، صح ولا لا؟ والتاني ديفينيشن ديجريز اوف فريدم، تمام؟ حد عنده مشكله؟ خلاص، يبقى الستيفنس ماتريكس في الجلوبال فورم للبلين تراس اليمنت هي عباره عن 4 في 4، هي عباره عن الشكل ده كده اللي انتم شايفينه، اللي هي سي سكوير سي اس سي اس اس سكوير. هنا موجب، هنا سالب، هنا سالب، تمام؟ هنا موجب، هنا سالب، هنا سالب. السي والاس دي كوزاينز والساينز اللي بتصنعها الاليمنت مع محاور اكس، مع محاور اكس وواي، محاور رئيسيه في الجلوبال فورم، تمام؟ حد ما يقدرش يجيب السي والاس اللي هي كوزاينز والساينز؟ حد ما يعرفش يجيب ال اللي هو دلتا اكس سكوير زي دلتا زد سكوير؟ طبعا مش مديك ال، في مشكله؟ اكيد لا. فهمنا الفرق بين اللوكال فورم والجلوبال فورم؟ دايما بقى يا باشمهندسين في اي اليمنت هنعمل نفس الخطوات دي بالظبط. بس قبل ما نعمل ده كله هركز على حاجتين، ايمنت تايب والبروسيدر اناليسيس بتاع الاناليسيس، هل احنا شغالين في الفيديو ولا السي دي، وايه نوع العنصر ده؟ يعني هنا قلنا كلينت راس ايمنت فبتحمل اكسل فورس فبيحصل له اكسل ديفورميشن. طب لو كان فريم ايمنت لا ده في اكسل وفي شيل وفي بندنج، صح؟ هنتكلم بقى عليه المره الجايه او اللي بعدها. المشكله لحد دلوقتي فهمنا عرفنا شكل الاستيفن ماتريكس في اللوكال والجلوبال. طيب تعال نطبق بقى الكلام اللي احنا قلناه ده كله على مثال بسيط كده.
تراس اللي احنا شايفينه ده عباره عن بلين تراس اليمنت، بلين تراس اليمنت مكون من كذا ممبر، مكون من كذا ممبر، كل ممبر في بروبيرتيز هي عباره عن ايه؟ اليانجس مودرس بتاع الماتيريال ب 2100 طن على سنتيمتر مربع اللي هو السم بتاع الحديد الستيل، والاريا كروس سكشنال اريا بتاع كل العناصر 40 سنتيمتر سكوير. تمام؟ 40 سنتيمتر سكوير. والسبورتس او الكونسترينز عباره عن هنجد عند النقطه رقم 3 ورولر مايل كده عند النقطه رقم ايه؟ 2. واحد ممكن اول ما اشوف التراس ده يقول لي يا مهندس هي النقطه دي جوينت ولا مش جوينت؟ لا النقطه دي مش جوينت. النقطه دي مش جوينت. انتوا لو طبعا انت مستفيد دلوقتي البريسنج ده، البريسنج ده اللي هو البريسنج. البريسنج انا عامله عشان يتحمل اوت اوف بلين فورس. بيجي اعمل جوينت بقطع عنصر وبعدي الثاني. بقطع عنصر وبعدي الثاني. تمام؟ طيب اول حاجه احنا شفناها هنا يا باشمهندسين او اول حاجه هنعملها الخطوات اللي احنا اتفقنا عليها. اول خطوه خالص اللي هي الكودنج اوف نودز، الكودنج اوف اليمنتس، الكودنج اوف ديجريز اوف فريدم. تمام؟ الخطوات دي ثابته يا جماعه في اي اليمنت. اول حاجه هنكود الجوينتس. هنعمل ايه؟ هنكود الجوينتس دي كود. بس قبل ما نكود في رولر باين هنا يا جماعه، ايه رولر باين بقى؟ انتوا عارفين دايما ان الرولر تسمح بالحركه في الاتجاه اللي هي موجوده فيه. وبتدي رياكشن عمودي على الاتجاه اللي هي موجوده فيه، او عمودي على السيرفس اللي هي موجوده فيه، صح ولا لا؟ طيب، يعني الرياكشن بتاع الرولر في الحاله ديت هيبقى كده. والديسبليسمنت اللي هتسمح بيها تكون في الحركه دي كده، صح؟ تبقى في الاتجاه اللي هي موجوده فيه، او على السيرفس اللي هي موجوده فيه في نفس الاتجاه. تمام؟ الحركه دي كده حركه مايله، صح ولا لا؟ حركه مايله. احنا ما بنشتغلش لوكال، احنا بنشتغل ايه؟ جلوبال. فببساطه كده هنحول الحركه المايله دي حركتين في جلوبال، حركه في اتجاه اكس وحركه في اتجاه ايه؟ واو او زد. ده مشتغل رايت هاند سيستم. تمام؟ بس مش هنحولهم عن طريق ديسبليسمنت، هنحولهم عن طريق ايه؟ فورس. يعني هنعمل ايه؟ فاكرين انتوا دايما كنا بنقول ان اللينك ممبر ممكن نستعوض بيه عن رولر سبورت، احنا كنا ممكن نشيل لينك ممبر ونحط رولر سبورت. بس قلنا المعلومه دي ناقصه شويه، ليه ناقصه؟ انا بقول تقريبيا، ليه؟ لان احنا عارفين ان السبورت دي ستراكشر ما بيسمحش باي ديسبليسمنت في اتجاه الاكشن اللي هو بيعمله ايه؟ بيوفره، صح؟ يعني الرولر او الهنج بتوفر اكشن راسي، هل هي بتسمح باي ديسبليسمنت في اتجاه راسي؟ لا. لو كانت سبورت تحت بقى على السويل بس راسي تمين دي حاجه ثانيه، ولكن السبورت الهنج او الرولر او الفيكس ما بيسمحش بايه؟ باي ديسبليسمنت راسي. ولكن الممبر اي ممبر في الدنيا عليه فورس، صح؟ نتيجة ان الفورس بتأثر عليه بيحصل له ايه؟ كونتراكشن او بيحصل له اكسيال ديفورميشن. فانا لما اشيل اللينك ده واحط بداله رولر يعني مش منطقي شويه، هو في الفورس منطقي ولكن في الديسبليسمنت مش ايه؟ مش منطقي، لان اللينك يحصل له انضغاط اما الرولر بيحصل لها ايه؟ ما يحصلهاش اي ديسبليسمنت راسيه. طب تمام، طب هنعمل ايه يا باشمهندس؟ قال لك خلاص شيلها برده وحط ممبر، بس حط بقى ستيف ممبر او فيري ستيف ممبر. حط ممبر جاسد قوي، يعني ممبر طوله متر مثلا وكروس سكشن اريا 10 اضعاف او 20 ضعف الاريا الموجوده عندك. فاصبح ممبر عامل ايه؟ ممبر طوله قصير كده والاريا بتاعته كبيره جدا. ده مجازا يعني. فالديسبليسمنت اللي هتحس فيه ايه؟ قليله قوي. فانت كده قربت شويه من تصرف الرولر سبورت. تمام؟ فاهمين؟ يعني اللينك اللي الممبر ده اللي احنا استعوضنا بيه عن الرولر المايله، شوف انا كاتب ايه؟ ممبر 1 ده اللي انا مكوده رقم 1 is a very stiff member. يعني ايه stiff؟ يعني الخواص بتاعته الاريا بتاعته كبيره قوي واللينس بتاعه قليل قوي، فيحصل له displacement ايه؟ قليله جدا جدا جدا، تكاد تكون ايه؟ مش موجوده. فانا ساعتها اقرب قوي من الرولر انها اللي ما يحصلهاش displacement في الاتجاه ده. فهمت القصد؟ حد مش فاهم النقطه دي؟ طيب فانا رحت شايل الرولر وحاطط ممبر كده اسمه لينك ممبر. اللينك ممبر ده هو اوله النقطه دي واخره هنج او بين سبورت، ما بتتحركش خالص، صح؟ طيب تعال بقى نتابع الخطوات اللي احنا عارفينها اللي هي ايه؟ هنكود الجوينتس. اول جوينت واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، في مشكله؟ ده الحل بدل ما نحط قوتين يعني؟ بدل ما نحل الديسبليسمنت. تمام؟ تمام يا باشمهندسين؟ كودنا الجوينتس، في مشكله كده؟
طيب خلي بالكوا يا جماعه، حكايه الكودنج دي مهمه جدا، لانك بعد كده هترقم العناصر وتحط الديسبيسمنت مع الكودنج ده، وكل شغلك على الكودنج ده، فركز فيه جدا. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، كود الممبرز بقى، الممبر ده رقم واحد، الممبر ده رقم اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه، المشكله؟ كودنا النودز، كودنا الايه؟ الاليمنتس. هنكود بقى الديجريز اوف فريدم، ونخلي بالنا كويس جدا. اول نقطه اللي هي نقطه رقم واحد، عندها اي ديسبيسمنت افقيه او راسيه؟ ليه؟ لانها بين سبورت او هنج سبورت. فنكتب عندها ايه؟ زيرو زيرو. والزيرو ده يا جماعه هنا كود وكود، بس برضه انا عارف ان انا لما اروح اجيب دي نود او دي زيرو ديت في اكس واي هتطلع عدل، هتطلع بصفر. يعني نفترض ان انا اطلع ارقام خليتها واحد واثنين، عارف في الاخر لو حسبتهم يطلع ايه؟ زيرو زيرو، تمام؟ طيب النقطه رقم اثنين عندها حركتين، حركتين، حركه في اكس حركه في واي، يعني خلاص شيفت بلور دي خالص، بقت دي جوينت ودي جوينت، بينهم ممبر. فالنقطة دي لها حركتين عاملين، تراس ممبر في جلوبال فور، دي يو اكس ودي يو زد. في مشكلة؟ طيب الحركة دي هنسميها واحد، الحركة دي هنسميها اثنين. في مشكلة يا باشمهندسين؟ طيب كل نود هنمشي عليها بالطريقة دي، اللي هيحكمني ايه؟ أنا شغال لو هي جوينت، والله جوينت خلاص بين تراس إيليمنت كان لها حركتين، يو اكس ويو زد. طب لو هي سترين أو كونسترين، أشوف نوع الكونسترين ده وأشوف الحركة اللي هو ايه؟ بيمنعها أو بيوفرها. يعني النقطة رقم ثلاثة ده هنج سبورت، هل تسمح بأي حركة؟ يبقى زيرو زيرو. النقطة رقم أربعة دي جوينت عليه صح؟ يعني تسمح بكام حركة؟ بحركتين يو اكس ويو زد، يبقى ثلاثة وأربعة. النقطة رقم خمسة نفس الكلام، خمسة وستة. في مشكلة لحد دلوقتي؟ في مشكلة في الكودنج بتاع النودز والإليمنتس والديجريز أوف فريدم؟ طيب أنا كده عندي كام؟ ديجريز أوف فريدم التوتال ستة ديجريز أوف فريدم. يبقى انا متوقع ان الجلوبال ستيفنس ماتريكس بتاع الاستراكشر كله تطلع كام سكام؟ 6 في 6. واي ستيفنس ماتريكس اي بلين تراس ايليمنت بتطلع كام؟ 4 في 4. تمام؟ تمام ولا لا؟ تمام. طيب اهم خطوه كودنج، وتخلي بالك من ديجريز اوف فريدم. خلاص تاني خطوه اللي احنا قلنا عليها اللي هي اسمها فاريبل كورليشن تيبل. الجدول الصغير ده بنعمل فيه ايه؟ انا ما كتبتوش هنا بس هو مش بيستاهل. الجدول ده بنحط فيه رقم العنصر. افترض مثلا العنصر رقم واحد. ثاني حاجة تحط فيه دلتا اكس ودلتا زد. يعني دلتا اكس بتاع العنصر ده كان زاوية الميل هنا 3 4 5. دلتا اكس ودلتا زد افترض مثلا هنا في زاوية ميل، بس افترض ان دلتا اكس ب 4 دلتا زد ب 3 يبقى ال ال عبارة عن كام؟ خمسة صح؟ اللي هو الجذر التربيعي دلتا اكس سكوير يعني دلتا زد سكوير. وبعد كده في نفس الحكايه في نفس الجدول بنعمل ايه؟ بنجيب الكوزاين والساين، نجيب ايه؟ الكوزاين والساين. الكوزاين في الحاله دي يطلع بكام؟ دلتا اكس على ال ب 8 من 10 اللي هي 4 على 5، واس اللي هي الساين دلتا زد على ال بكام؟ 6 من 10. وتكمل بيك الجدول عشان تسهل على نفسك، تجيب بقى سي سكوير اس سكوير سي اس. سي سكوير هتطلع ب 8 من 10 تربيع، واس اس سكوير 6 من 10 تربيع، وسي اس يطلع بكام؟ 8 من 10 في 6 من 10. في مشكلة؟ ده الجدول بنعمل فيه ايه؟ بنعمل بمنتهى البساطة نحط العنصر رقم العنصر دلتا اكس ودلتا زد ال ال بتاعت العنصر الكوزاينز والساينز. في مشكلة؟ هنعمل كده في كل عنصر. عاوز تعمله؟ ماشي على منبر واحد كده ماشي، عاوز تعمله كله ماشي.